بالنسبة يا جماعة للفنتريكلر انلارجمنت، هنفكر برضو ببعض معلومات خدناها قبل كده في الالكتريكال بيزس وفي الدروس اللي قبل كده، عشان برضو اللي الناس يفتكرها واللي ما سمعهاش يعني يفهم معانا برضو الموضوع. بالنسبة للفنتريكلر انلارجمنت احنا اتكلمنا طبعا اللي قدامنا ده دول التشيست ليدز في 1 وفي 2 لحد في 6. طبعا اتفقنا ان الكاردياك فيكتور بتاع الفنتريكلر فري وول في الهوريزونتال بلين بيبقى ماشي دايركتد باكورد اند تو ذا ليفت. يعني ايه؟ يعني الكهرباء ماشيه من اليمين للشمال ناحيه الليفت فنتريكل، لان الليفت فنتريكلر ماس بيبقى اكبر من الرايت فنتريكلر ماس بحوالي 3 مرات. عشان كده يا جماعه زي ما شرحنا قبل كده ان الويفز بتظهر بالطريقه دي من في 1 لحد في 6، واتفقنا ان السمول ار ويف في في 1 دي بتمثل السبتل دوبلرايزيشن اللي هو بيبقى متجه من الرايت من الليفت للرايت، فبيظهر بنفس الطريقه دي سمول ار دي بس في في 1، وبعدين بتبتدي في وبعدين الار بتكبر شويه في في 2 وبعدين تكبر في في 3 وتفضل تكبر تكبر لحد ما توصل للماكسيمم الطول بتاعها في في 5 وبعدين تريجريس شويه في في 6. واتفقنا السبب ايه؟ ان كل من في 1 لحد في 5 كل الحاجات دي قاعده بتقرب 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 من الليفت فينتريكل الكهرباء بتاعتها، فالار ويف اللي بتمثل الفنتريكلر فري وول بتزيد بتزيد، وبعدين بتيجي عند في 5 اكبر اكتر ليد قريب من الليفت فينتريكل، وبعدين عند في 6 يبتدي في 6 يبعد شويه عن الليفت فينتريكل عن طريق وضعه البوزيشن بتاعه على الشيست اللي خدناه قبل كده، وبالنسبه لللانج ماس اللي هي عباره عن هواء وعازل ما بينه وبين الليفت فينتريكل. فده الشكل الطبيعي اللي سميناه قبل كده النورمال اور ويف بروجريشن. طيب ايه اللي هيحصل لو حصل لي فنتريكلر انلارجمنت؟ اكيد الكهرباء هتزيد، هتزيد سواء كانت من الليفت فنتريكل او سواء كانت من الرايت فنتريكل. في حاله زي حالات الليفت فنتريكلر انلارجمنت ايه اللي هيحصل؟ الليفت فنتريكلر انلارجمنت هيكبر، وهو كده كده في النورمال اصلا الكهرباء ماشيه في الاتجاه بتاعه. عايزين نتفق يا جماعه ان في 1 وفي 2 دول بيسموهم الرايت بريكورديال ليدز، وفي 5 و6 الليفت بريكورديال ليدز. عاده دول هم دول بيعبروا عن الرايت اتريوم والرايت دول بيعبروا عن الرايت فينتريكل، وفي 5 و6 بيعبروا عن الليفت فينتريكل، فبيسموهم الرايت بريكورديال ليدز ودول الليفت بريكورديال ليدز، وفي 3 وفي 4 بيسموهم الميد بريكورديال ليدز. دي مسميات برضو لازم نكون عارفينها. فهنيجي عندنا مثلا في حاله زي الليفت فينتريكلر انلارجمنت كل اللي هيحصل ان الكهرباء هتزيد من الليفت فنتركل، لكن تغير في هذا الشكل مش هيحصل طبعا اي تغير فيه، ولكن مجرد ان الكهرباء زادت. واتفقنا لو الكهرباء زادت ان الامبليتيود بتاعه الويف هتزيد، فالار ويف اللي في 5 هنا هتطول جدا جدا جدا، والار ويف اللي في 4 وفي 3 وكل الحاجات دي برضو هتزيد، تمام. ولكن الار ويف في في 1 وفي 2 اتفقنا ان هي سببها السبتال ديبولاريزيشن، فمش هتتاثر ولا هتزيد. اللي بيعبر عن الليفت فنتريكلر ديبولاريزيشن في في 1 وفي 2 هي الاس، فهنلاقي ان الاس ويف بقت فيري ديب، والار ويف اللي في 5 وفي 6 هتكبر جدا جدا. ده المبدا بتاعنا. هنعرف دلوقتي هنطلع وهنشخص ليفت فنتريكلر انلارجمنت ازاي. طيب هناخد بقى العكس، لو حصل لي ليفت رايت فنتريكلر انلارجمنت ايه اللي هيحصل؟ الرايت فنتريكل هيبقى هو الكهرباء بتاعته دوميننس، والجهاز هيسجل الكهرباء ماشيه ناحيه اللارج ماس اللي هو هيبقى هنا في الحاله دي الرايت فنتريكل، فعشان كده الكهرباء في الهوريزونتال بلين هتمشي بالعكس، هتمشي ناحيه الرايت فنتريكل، يعني هتمشي انتيرولي ان تو ذا رايت، فكل الحكايه دي هتتعكس. هنلاقي ان ال في 1 وفي 2 هيدوني طول ار ويف، ويبقى في ديب اس ويف في في 5 وفي 6 في في 5 وفي 6، يعني العكس خالص. هنلاقي بقى دي بقى الكبيره كده كده في 1 وفي 2، ولاقي في 5 و6 بقى فيهم الار بتاعتهم صغيره وبقى فيهم ديب اس، بقى فيهم ديب اس. وهناخد دلوقتي الساينز دي بالتفصيل. طيب في حتة تانية عايزين برضو نوضحها، ان في حالات الرايت فنتريكلر انلارجمنت احيانا برضو احتفانا ان السبتم ده معظمه بيتكون عن طريق الليفت فنتريكل، فالكهرباء بتمشي زي ما نرسمه مثلا كده، الكهرباء ده الليفت فنتريكل وده السبتم، الكهرباء بتمشي من الليفت للرايت. ولكن في حالة الرايت فنتريكلر انلارجمنت احيانا السبتم بيكبر ويبقى معظمه طالع من بيتكون عن طريق الرايت فينتركل، فالكهرباء هتمشي بالعكس، هتمشي من الرايت للليفت.
فاحيانا ان السيبتم الكهرباء بتاعته انعكست، فالطول انيشال ار دي اللي هي السمول انيشال ار دي اللي كانت بتكون السيبتال ديبولاريزيشن هتتحول لكي ويف في في 1 وفي 2، لان الكهرباء بتبعد عنهم او في عكس الاتجاههم. فممكن في حالات الرايت فينتريكلر انلارجمنت الاقي فيه هنا سمول كيو، يعني سمول كيو وبعدين جالي برضو الطول ار، وهنشوف الساين دي بالتفصيل. احنا كده بنوضح بس الكلام اللي احنا هنقوله. هنتكلم بقى يا جماعه على الليفت فينتريكلر انلارجمنت. زي ما اتفقنا مفيش اي تغير في شكل الويفز، ولكن المقاييس بتاعتهم هتتغير. يبقى الليفت فينتريكلر انلارجمنت عباره عن اكساجريشن اوف نورمال، لذلك لازم تخلي بالك كويس جدا، لان ممكن انت لما تبص على ورقه الاي سي جي المقاييس ممكن تنسى تاخدها مثلا، فتبص تلاقي نورمال ويف تقول ده نورمال اي سي جي. لا، لازم تدقق وتقيس وتبص على في 1 وفي 2 وفي 5 وفي 6. فهنشوف ايه الارقام اللي هتفرق معانا ان ده نورمال وده اب نورمال. احنا في الاول هنبص على في 5 وفي 6، هنشوف الار ويف في اي واحده منهم لو زادت عن يعني في 5 و 6 هنلاقي فيها طول ار. طبعا كده طول ار دي لو زادت لو مور زان او يساوي 25 ملي. الحاجات دي يا جماعه دي ما فيهاش فهم بقى، ده لازم تتحفظ. يعني ار ويف في خمسة وفي ستة ايهما اطول فيهم؟ مور ذان او يساوي 25 ملي. طيب الساين اللي بعد كده هنشوف الار ويف دي في خمسة او في ستة ايهما اطول، بلس بنشوف الاس في في واحد اس في ون، يعني نبص على الاس ويف في في واحد زائد ونشوف مقاسها قد ايه ونزودها على الار في 5 او في 6 اي واحده فيهم اطول، تبقى مور ذان 35 ملي. 35 ملي يبقى اس في 1 زائد ار في 5 او في 6 مور ذان 35 ملي. الساين الثالثه ايه بقى يا جماعه؟ الصين التالتة اللي هناخدها هنشوف الطول الطولست ار في الشيست ليد، اطول ار في الشيست ليد ونحسب مقاسها قد ايه، والديبست اس في الشيست ليد برضه ونشوف مقاسها قد ايه ونجمعهم على بعض. والله لو كان مقاسهم ده اطول اكبر من 45 ملي يبقى ده بيشخص. وعشان لاحظنا ان يوجوال يعني ان الطولست ار دي موجودة في 5 او في 6 وان الديبست اس موجودة في 2، عشان كده طلعنا برضو ان احنا نحفظها ازاي. نقول ان الار ويف ار في 5 زي ما اتفقنا بقى او في 6 بلس اس في 2 الاس ويف في 2 ده مور زين كام؟ 45 يا جماعه، 45 مللي. القاعده اللي قبل كده قلناها ايه؟ الار في 5 او في 6 بلس اس في 1 مور ذان 35. طيب رقم 4 ايه؟ رقم 4 القاعده رقم 4 ان الار ويف يا جماعه ار في 6 مور ذان ار في 5. وطبعا شرحنا ليه ان النورمال ار في 6 بتبقى اصغر من ار في 5، عشان كده لو لقيت ان الار في 6 اكبر من ار في 5 ده ليفت فينتريكولار هايبرتروفي. ده يا جماعة بالنسبة الأربع قوانين اللي قلناهم دول، إن لو الأر ويف في في 5 أو في 6 مورزان أو يساوي 25 ملي، أو إن الأر في 5 أو 6 بلس إس في 1 مورزان 35، أو إن الأر في 5 أو 6 بلس إس في 2 مورزان 45، أو إن الأر في 6 مورزان الأر في 5، ده كله في التشيست ليدز. طيب في ليدز تانية ممكن برضو نحكم بيها؟ أيوة في. هنبص يا جماعة بصة برضو على ليد إي في AVL AVL lead AVL lead AVL ده more than 11 ال R wave طبعا 11 ل 13 ملي. ال 11 دي يا جماعة للفيميل، دي بالنسبة للفيميل، وال 13 دي بالنسبة للميل. يعني اي في ال 11 ل 13 مللي، 11 للفيميل و13 بالنسبه للميل.
طيب في للتاني برضو اللي هي اخر حاجة عندنا اللي هي اي في اف، ببص على الليد اي في اف، لو كانت الار ويف اكبر من 20 ملي ده برضو بيشخص 20 ملي. طبعا كل الساينز اللي احنا قلناها دي، احنا قلنا 6 ساين دلوقتي يا جماعة، اي واحدة فيهم كافية، ولكن طبعا كل ما الساينز بتزداد، يعني انا لو عندي 1 و2 و3 طبعا بيبقى سجستيف اكتر من ان انا الاقي ساين واحدة بس. هنتكلم بقى على حتة صغيرة يا جماعة بعد الساينز اللي شفناها دي 6 ساينز، في بقى حاجة اسمها ايه؟ السترين باترن. سترين باترن يعني ايه؟ يعني انا بعد ما ابص على الاي سي جي كده مثلا، دي البي ويف، انا استور مثلا دي في 5 او في 6، هنيجي نبص بنلاقي ان في اس تي وتي ويف تشينجز. ازاي؟ سترين باترن معناه ان يكون في اس تي ديبريشن اند اور انفيرتد تي ويف، يعني ممكن الاقي اس تي ديبريشن بس، او الاقي انفيرتد تي ويف بس، او الاقي الاثنين مع بعض، ده بيسموه السترين باترن. يعني الاقي فيه ده الاس تي النورمال كده ودي التي ويف، حاجه ابص الاقي ايه؟ الاقي السترين باترن كده، بتلاقي فيه ديبريزد، دي يا جماعه اللي قدامنا دي ديبريزد اس تي سيجمنت، دي الجي بوينت اللي اتفقنا عليها، ودي الاس تي ديبريزد بس بتبقى كوفد بهذا الشكل، ودي التي ويف انفيرتد تي ويف. والاشكال دي طبعا بتاعت الاس تي والتي هنتكلم عليها بشكل مفصل في دروس المايكارد الاسكيميا والام اي. هنا بالنسبه لنا في الدرس ده الاثنين دول اسمهم سترين باترن. السترين باترن دول يا جماعه يوجوالي بيبقوا موجودين في في 5 وفي 6 اللي اتفقنا عليهم، حتى اسمهم ليفت بريكورديال ليدز، ليفت يعني بيعبروا عن الليفت فينتريكل، فهنلاقيهم في في 5 وفي 6، بالاضافه ان انا ممكن الاقيهم في اللاترال ليدز اللي هو ليد 1 وليد اف ال. عموما كده يا جماعه في الاي سي جي التغيرات اللي بتظهر في 5 و6 عاده بتظهر في ليد 1 وليد اي في ال. فانا لما هيفيدوني في ايه؟ هيفيدوني رقم واحد والمهم عندي ان هم ياكدوا لي التشخيص، لان في اسباب تانية طبعا بتكبر لي الار ويف، وانا فده بياكد لي التشخيص بتاعي لما بلاقي فيه ستي ديبريشن. دي عباره عن بنسميها حتى سكندري ستي ديبريشن، يعني مش برايمري، يعني مش ناتجه مثلا عن اسكيميا او مرض تاني، لا ده سكندري للتغيرات اللي حصلت في الكيو ار اس كومبلكس دي، فبيسموها السترين باترن. في بعض الناس بتقول ان السترين باترن ده بيبقى موجود في الليفت فنتريكولار هايبرتروفي ديو تو بريشر اوفرلود. بريشر اوفرلود زي مثلا اورتيك ستينوزس، سيستميك هايبرتنشن، حاجات زي دي. بس هو اهم حاجه عندي ان هو بياكد لي التشخيص، وحاجه اسوشيتد معايا افكر هل هي برايمري ولا هي سكندري، والكلام ده كله هيوضح في الدروس اللي جايه ان شاء الله. السبب بقى بتاع الاس تي ديبريشن والسترين باترن ده ستيل انون، يعني مش معروف. وعلى فكره يا جماعه في حاجات كتيره جدا في الاي سي جي يعني الاكزاكت ميكانيزم بتاعها مش معروف قوي. الرايت فينتريكولار انلارجمنت زي ما اتفقنا هنبص على ليد في 1 في الاول، هنلاقي في 1 فيها ايه يا جماعه؟ في حاله الرايت فينتريكولار انلارجمنت الكهرباء هتروح ناحيه الرايت فينتريكل، فهنلاقي في في 1 طول ار، طول ار بالشكل ده. احنا كنا متفقين قبل كده ان في 1 دي بتبقى فيها سمول ار ودي بس، فقال لي طول ار. ولكن ايه الحاكم اللي عندي؟ يعني ايه كلمه طول ار؟ كلمه طول ار المقياس بتاعي ان انا اقول عليها طول ار ان انا الاقي ان الار دي قد الاس بالظبط او اكبر من الاس، هتبقى طول. يعني سواء هي كانت قد الاس او اكبر من الاس ويف هتبقى طول، او هي اصلا موجوده ار لوحدها تبقى فازت على الاس بالتزكيه، مفيش اصلا اس تبقى هي طول ار. تمام؟ يعني نلخصها في ايه؟ نقول ان الار اس ريشيو مور ذان او يساوي 1 سواء كانت قدها او اكبر منها. طيب طب افرض ان الاس كانت اكبر من الار زي مثلا كده، يعني دي ار بس الاس دي اكبر من الار، خلاص يبقى دي مش طول ار. لا، بقيس الار بشوفها قد ايه، لو كانت ازيد من 7 ملي، وده بالنسبة للأضلت يا جماعة لأن الأطفال بيبقى ليهم مقاييس تانية، ممكن في الأطفال مثلا أقل من 15 سنة تلاقيه أزيد من 15 ملي، إحنا بنتكلم على الإي سي جي وفي أضلت، يبقى الأر ويف هنا أزيد من 7 ملي بسميها طول أر،
يبقى عندنا هنا ار ويف طول ار يعني ايه؟ يعني ار اس ريشيو مور ذان اور ايكوال تو 1، سواء كانت الار اكبر من الاس او الار بتساوي الاس، او ان الار موجوده والاس مش موجوده خالص، او ان الار ازيد من 7 مللي سواء كانت قد الاس او اصغر منها. طيب ده الكلاسيك، ولكن في بعض الاحيان هنزود بقى حته على في 1 بلس اور ماينس، هتلاقي فيه سمول كيو قبل الطول ار كده، سمول كيو بعدين الطول ار وبعدين الاس كده. والسمول كيو شرحنا جت منين، ان السبتال ديبولاريزيشن اتقلب بقى ماشي من الرايت للليفت عشان الرايت فينتريكولار انلارجمنت. طيب في في 6 هنلاقي ايه؟ في في 6 في في 6 بنلاقي ديب اس، ديب اس، وكلمه ديب اس برضو يعني اكبر من الار. في في 6 هتلاقي في ديب اس، ولكن الاهم عندي هو في 1، الاهم عندي في 1 يعني ده عكس الليفت فينتريكل انلارجمنت. الليفت فينتريكولار بلاقي في ديب اس في 1 وطول ار في في 6، اما الرايت فينتريكولار انلارجمنت بلاقي طول ار في في 1 وديب اس في 6. وده بيفسر نفس كلامنا ان الفي 1 وفي 2 دول رايت بريكورديال ليدز، وفي 5 و6 ليفت بريكورديال ليدز خاصين بالليفت فينتريكل. هنا برضو يا جماعه نفس الكلام، حته السترين باترن، السترين باترن اللي اتفقنا عليها بتبقى عامله ازاي، نرسمها برضو تاني عشان ناكد المعلومه. لو اتفقنا ان دي طول ار وهنا اس، هيبان لي برضو سترين باترن كده، هلاقي فيه depressed ST segment and or inverted T wave، inverted T wave. طيب في حتة بقى ال right ventricular enlargement بتظهر فين؟ بتظهر لي في الليدز اللي بتظهر فيها الساينز بتاعتها اللي هي في 1 وفي 2، بلاقي فيه strain pattern في في 1 وفي 2، ده الموست كومن، ولكن برضه ممكن تظهر في الانفيريور ليدز اللي هو ليد 2 و3 و اي في اف، على اساس الانفيريور ليدز دول بيشوفوا الرايت فنتريكلر كويس وبعدين الرايت فنتريكل كويس، وبنسميهم حتى البالمونري ليدز. وبرضه نفس الكلام الاسترين باترن بتبقى موجوده في الرايت فنتريكلر هايبرتروفي ديو تو بريشر اوفر لود. اعتقد ان تشخيص الرايت فنتريكلر انلارجمنت اسهل من حيث الساين، لان انا مجرد ما هشوف في واحد، مجرد ما هشوفها كده احس ان في حاجه اب نورمال، حاجه مش طبيعيه، ان في طول ار. طب ازاي هتلفت نظري؟ مجرد ان انا شفتها هعرفها على طول، لكن بقول وبنبه ان الليفت فنتريكل انلارجمنت ده اكسجريشن للنورمال، فكل حاجه هتبقى نورمال، فلازم اقيس واحسب حساباتي كويس، وابص على تشيست ليدز كلها بنفس الساين اللي قلناها، وابص على ليد اي في ال، وابص على ليد اي في اف، لان ممكن وان ساين بس هي اللي تكون موجوده والساينز التانيه مش موجوده، فلازم اشوف الست ساين كلهم عشان اتاكد واعمل اكسكلوجن ان في ليفت فنتريكل انلارجمنت ولا لا. امال بقى يا جماعه لو حصل لنا حاله باي فنتريكلر انلارجمنت، يعني تو فنتريكلز انلارجد، بلاقي ايه؟ ادام التو فنتريكلز انلارجد برضو هتلاقي فيه الساين، هنشوف ايه؟ بتلاقي الساين اوف ليفت فنتريكلر انلارجمنت بلس طول ار، طول ار في 1. يعني انا دلوقتي بلاقي الساين بتاع الليفت فنتريكل لارجمنت اللي قلناها كلها، بالاضافه ان هلاقي في في 1 الاقي في طول ار بنفس المواصفات اللي احنا قلنا عليه. وطبعا في الحاله دي هتلاقي اكيد اكيد هتلاقي ان الاس دي اكبر من الار، لان في ليفت فنتريكل لارجمنت هتلاقيها ديب جدا، ففي حاله الليفت فنتريكل لارجمنت اكيد الطول ار دي هترخصها بحته ان هي ازيد من 7 مللي، دي هتهمنا فيها جدا حته ال 7 مللي دي. وممكن كمان يا جماعه في حالات تانية بيبقى في ليفت فنتريكلر انلارجمنت زائد رايت اكسس ديفيشن، اكسس ديفيشن. يعني لو لقيت ليفت فنتريكلر انلارجمنت المفروض الليفت فنتريكلر انلارجمنت يعمل لي ليفت اكسس ديفيشن، لا الاقي بقى بالعكس الاقي معاه رايت اكسس ديفيشن، خلاص يبقى ده بيشخص لي باي فنتريكلر انلارجمنت. نقول بقى يا جماعه الكوزز بتاعه الفنتريكلر انلارجمنت، بالنسبه للليفت فنتريكلر انلارجمنت عندنا الاسباب بتاعه الليفت فنتريكلر انلارجمنت، رقم واحد ان يكون في اوفرلود على الليفت فنتريكل فكبره. الاوفرلود ده قد يكون بريجر اوفرلود او فوليوم اوفرلود. بريجر اوفرلود عندنا ثلاث حاجات اللي هو سيستميك هايبرتنشن، الاورتيك ستينوزس، الاورتيك كواركتيشن. يعني يا جماعه واحد مثلا عنده سيستميك هايبرتنشن، لما بتمسك ورقه الاي سي جي بتاعته بتتوقع على طول ان في ليفت فنتريكلر هايبرتروفي، تمام؟
ودي فايدة الاي سي جي. بعد كده عندنا حاجة زي الفوليوم اوفرلود. الفوليوم اوفرلود هيبقى فيه حالات الميتر ريجيرج، الاورتيك ريجيرج، الفي اس دي، البي دي اي. تاني سبب يا جماعة غير الاوفرلود هو كل اسباب الليفت فنتريكلر فيلير. يبقى الليفت فنتريكلر فيلير بكل اسبابه هيعمل لي ليفت فنتريكلر انلارجمنت. على فكرة يا جماعة الاي سي جي لا يشخص ليفت فنتريكلر فيلير. الفيلير ده يا جماعة الهارت فيلير ده بيشخص عن طريق الايكو، بيبين لي الاجكشن فراكشن والفانكشن الكونتراكشن فانكشن بتاع الهارت. اما الاي سي جي زي ما اتفقنا الكتريكال فانكشن اوف ذا هارت، فمش هيبين، هو بيبين لي التشامبر كبيره ولا لا، لكن قدرت اعرف هل هي كبيره من بريشر اوفرلود ولا هي فاليرت خلاص؟ لا طبعا، شويه ساينز بتخليني اشك بس، ولكن ما بيشخصش خالص ليفت فينتريكلر فيلير زي ما في ناس برضو فاهمه كده كتير. طب بالنسبه للرايت فينتريكلر انلارجمنت ايه اسبابه؟ في اسباب برضو اوفرلود، وفي رايت فينتريكلر فيلير بكل اسبابه. طب ايه اسباب الاوفرلود؟ في بريشر اوفرلود زي البالمونري ستينوزس والبالمونري هايبرتنشن، وعندنا فوليوم اوفرلود زي الترايكاسبيد ريجيرج والاي اس دي. في كلمتين بس يا جماعه لازم نقولهم في نهايه الدرس، ايه؟ ان الاي سي جي ليه ليميتيشن كتيره جدا. من اهم هذه الليميتيشن ان الاي سي جي ما بيشخصش لوحده تشامبر انلارجمنت، ده مجرد ان انا سسبكت ان العيان ده عنده تشامبر انلارجمنت عن طريق الاي سي جي، فانا I will go to another investigation عشان اتأكد منها. واهمها هو الايكو. الايكو كارديوغرافي من اهم وادق الحاجات في تشخيص التشامبر انلارجمنت. بكون شايف الول قدامي وبقيسه واشوف هو انلارجد ولا لا، الول والكافيتي قدامي، وببين لي الفرق بين الانلارجمنت والدايليتيشن، يعني هل هي متضخمة ولا دايليتد. اما الاي سي جي في بعض الاحيان ممكن يبقى فولس بوزيتيف، يعني يطلع لي الساينز والعيان يكون العيان ما يكونش عنده اصلا انلارجمنت، وخاصه الليفت فنتريكلر انلارجمنت لانها اكساجيريشن اوف نورمال. والارقام اللي انا بعتمد عليها دي شويه ارقام، في بعض الاشخاص ممكن مش المجتمع كله هيمشي عليه نفس الارقام، في بعض الناس خاصه زي الثين بيرسونز الرفيعين من اليونج والاسلتس اللي هم الرياضيين وعندهم عندهم نورمال هارت باي ايكو كارديوجرافي، يعني تيجي تعمل له ايكو كارديوجرافي تلاقيه كومبليتلي نورمال، ولكن الاي سي جي مطلع لي ليفت فنتريكلر باترن. يعني من احد اسباب الليفت فنتريكلر باترن هي النورمال فاريانت يا جماعه، نورمال فاريانت. طيب ممكن الاي سي جي برضه في نفس الوقت يطلع فولس نيجاتيف، يعني العيان يكون عنده تشامبر انلارجمنت وهو اصلا ما عندوش، يكون عنده تشامبر انلارجمنت وما عندوش ساينز في الاي سي جي اكشوال ساين، واجي اعمل له ايكو وفاجئ ان انا عندي تشامبر انلارجمنت باي ايكو. طيب كل الكلام ده معناه ان الاي سي جي عباره عن دايجنوستيك ايد، ان هو بيساعدني في التشخيص. ما ساعدنيش في الحته دي هتجه لانفستيجيشن تانية، ساعدني في الحته دي خير وبركه واعتمد عليه واتاكد برضو بحاجات تانية. والطب زي ما الناس كلها عارفه يا جماعه، هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن، كله بيكمل بعض، ومفيش حاجه لوحدها بس هي اللي هتحدد مصير العيان. في حته هنقولها برضو ان الليفت فنتريكلر باترن ده بيبقى نورمال فاريانت، الرايت فنتريكلر باترن ده صعب ان هو يبقى نورمال فاريانت، لكن الليفت فنتريكلر باترن ده مشهور طبعا في اليونج وفي اليونج ثين بيرسونز والاسلتس، تمام. ولكن برضو لو انا عايز اتاكد من الاي سي جي ان الساينز اللي قدامي دي تبقى هايلي سجستيف ان في فنتريكلر انلارجمنت، هتاكد من حاجات كتيره. اولا ان يبقى في اتريال انلارجمنت. عادة الأسباب اللي بتعمل لي ventricular failure و ventricular enlargement معظمها بيؤدي إلى atrial enlargement، فأنا هدور برضو لو لقيت مثلا left ventricular enlargement ومعايا left atrial enlargement ده أنا أتأكد لأ ده pathological، ده دي أكيد مش حاجة normal. دي رقم واحد. اتنين، حاجة اللي بتأكد لي وجود strain pattern، طبعا في النورمال variant مش هيبقى فيه strain pattern خالص. تالت حاجة الأكسس، في حالة مثلا زي left ventricular hypertrophy غالبا الاكسس بيبقى نورمال هوريزونتال اكسس، يعني من 0 لحد ماينس 30، وفي بعض الاحيان طبعا لما بيزيد بيبقى سيفير، بيبقى ليفت اكسس ديفيشن، فهياكد لي ان ده باثولوجيكال. يعني الحاجات دي كلها كل الصاين مع بعضها بتاكد الحاجات وبتاكد التشخيص اللي قدامي، مش حاجه واحده بس هي اللي هتعرفني التشخيص.